وللحديث عن الانتهاكات التي تمارسها السلطات في إيران ضد المتظاهرين والاتهامات لها بالتسبب بإعاقات كبيرة لهم، معنا من لندن أمين مركز معاداة العنصرية في إيران السيد يوسف عزيزي. مرحبا بك معنا سيد يوسف. مرحبا بكم وتحياتي لمشاهديكم الكرام. أنا أمين مركز العنصرية وليس معاداة العنصرية، مع ما أمين مركز ماذا عفوا؟ أمين مركز مناهضة العنصرية. نعم حياكم الله سيد يوسف. اسمح لي أسأل عن هذه الأعداد من المتظاهرين التي فقدت أبصارها أو تعرضت لعاهات مستديمة نتيجة تعمد استهدافهم بشكل مباشر من القوات الإيرانية، إلى ماذا تهدف تلك القوات؟ هذه القوات تعمل بأمر مباشر من خامنئي المرشد الأعلى، وهو قائد البلاد وقائد القوات المسلحة وقائد البسيج وقائد الشرطة وقائد قوات الأمن. فهذه الأوامر المباشرة تنبع من اعتقاد خامنئي والزمرة الحاكمة في إيران، يعني بأن من أجل الحفاظ على النظام الذي يسمونه إسلامي يجب يعني القيام بأي عمل كان. هذا يعني ليس خامنئي يؤمن به، بل قبله خامنئي نظر لهذا، الخميني نظر لهذا الأمر. أن من أجل حفظ النظام حتى يمكن أن نعطل الواجبات الدينية مثل الصلاة والصوم والحج وما شابه ذلك. يعني هم يقدسون هذا النظام، لكن بما أن الآن أزالت هذا التقدس من رأس النظام من ولاية الفقيه فهم ينظرون إليهم كأعداء يعملون بهم بأبشع وسائل، منها أصابتهم بالعيون. وفي حالة واحدة في ثلث مستشفيات في طهران فقط 500 شخص، أكثر من 500 شخص أصيبوا في عيونهم، وفي إقليم كردستان إيران على الأقل 80 شخص. فهذه في الواقع جرائم، ورغم يعني رسالة يعني أرسلها 230 طبيب عيون في إيران إلى رئيس نقابتهم، يعني طالبين فيه أن يبلغ الحكومة بأضرار وتداعيات هذا الأمر، لكن لم تفعل الحكومة ولم توقف. نعم. هذا يعني الأمر. هناك عملية قنص وتعمد للإصابة في العين وليست مجرد يعني طلقات عشوائية. نعم هي تتم، الاستهداف يتم بشكل مباشر ومن قرب، يعني يتقربون للضحية ويعني يرمونه ويصيبونه بهذه الرصاص التي أشرتم إليه، رصاص إما بلاستيكي وإما معدني. نعم طيب، تكرار هذه المشاهد في إيران وسابقا في العراق إلى أي مدى يؤكد أن الطريقة التخطيط والتنفيذ هي واحدة في الحقيقة؟ السؤال لم يعني هذه المشاهد التي نراها لاستهداف المتظاهرين في إيران وسابقا لاستهدافهم في العراق في أوقات سابقة، وحتى اعترافات فرق الموت بأنهم يعني ينفذون هذه الجرائم وفق فتوى خامنئي، هذا التشابه في التخطيط والتنفيذ بماذا يوحي؟ هذا في الواقع يؤكد أن رأس الجريمة ومصدر الجريمة هو واحد، هو علي خامنئي الذي كان يفتي إلى العراقيين التابعين له، إلى الذيول المجموعات التابعة له، الذيول التابعة له بهذا الأمر. الآن هو يفعل ذلك في الداخل بعد أن ثار شعبه ضده. فللأمر أيضا تاريخ، يعني في التسعينات من القرن الماضي
هذه الفتاوى باغتيال المثقفين والمعارضين الثقافيين، لأنه لم تكن أحزاب سياسية، وليس حتى الآن أحزاب سياسية في إيران، لا بل حتى المعارضين المثقفين ومنهم أعضاء من رابطة الكتاب الإيرانيين، وأنا عضو بها كنت، فقتلوا العشرات منهم بفتاوي من خامنئي ومن محسن إيجي اللي هو الآن رئيس السلطة القضائية، ومن آيات آخرين في الواقع كانوا في السلطة الإيرانية. نعم. طيب، المطالب بدعم التظاهرات في إيران من قبل الأئمة وعلماء الدين في مناطق مثل مناطق الأكراد والأذريين والجيلاك وغيرها، إلى أي مدى يمكن أن ينعكس بقوة على المتظاهرين؟ تعرف يعني في الواقع رجال الدين خاصة في المناطق الشعوب غير الفارسية، وبالأخص الشعوب التي معظمها من أهل السنة، لهم دورهم، خاصة في بلوشستان اللي مجتمع لا يزال محافظ، ف يعني لها تأثير. ونرى أن المظاهرات الوحيدة اللي تتم أيام الجمعة هي في بلوشستان، لأنهم هم من أهل السنة ويصلون يوم الجمعة ويخرجون يوم الجمعة بالمظاهرات وما شابه ذلك. في كردستان أقل هذا التأثير، لأنه هناك أحزاب سياسية علمانية أيضا تلعب دور، وفي جيلان أيضا، يعني في صاير مناطق إيران في الواقع رجال الدين يعني أصبحوا غير محترمون، يعني والناس يعني تهتف بأننا نريد فصل الدين عن الحكومة، يعني وأنتم تسمعون بتطهير العمائم في إيران اللي أصبحت ظاهرة خلال الأسابيع الماضية. طبعاً. فكل هذه الأمور تؤكد أن في مناطق أهل السنة يعني كلام أمة الجمعة ومعظمهم معارضون لهذا النظام يمشي بين الجماهير، لأنه مرجعهم الوحيد. ما عدا كما ذكرت أستاذ يوسف، منظمات حقوق الإنسان في إيران أكدت مقتل نحو 400 متظاهر، اعتقال 15,000 آخرين، والحكم على عدد منهم بالإعدام. وهناك كما تعرف ضغوط وموقف دولي سواء من أمريكا أو من كندا وغيرها من الدول. ما مستقبل هذه التظاهرات في ضوء هذه المواقف الدولية وفي ضوء هذا الرد الأمني والعسكري الإيراني على المتظاهرين؟ المواقف الدولية لم تحدث إن لم يكن هذا الحراك العظيم في داخل إيران، هذه الانتفاضة المباركة الواسعة والتي يقودها الشباب وخاصة النساء المضطهدات والشعوب غير الفارسية المضطهدة. فإذا لم يكن هذا الحراك لم يفعل شيء الغرب والدول، نعم، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وكل همها كان أن يعقدوا يعني اتفاق مع النظام الإيراني حول النووي وتنتهي المسألة. لكن الآن هم أصبحوا أمام واقع جديد، كما لا ننسى الجالية الإيرانية اللي تتظاهر أسبوعيا أيام السبت والأحد في كل مدن العالم من استراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية إلى أوروبا إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. فهذا في الواقع أثر على الرأي العالمي، كما مقتل السيدة جينا مهسا أميني أيضا كان مأساوي لقضايا تافهة كالحجاب، نعم، الغير كامل. طيب. وما شابه ذلك. أستاذ يوسف، لكن ما يجري في الداخل ومن نضال وكفاح مستمر رغم كل التهديدات، أنتم تعرفون أن خامنئي مرات ومرات هدد بأننا نفعل ونفعل ويجب أن تنتهي هذه الأمور.
القائد الحرس الثوري سلامي، الجنرال سلامي هدد مرات ومرات، رئيس الجمهورية، لكن الغاضبون في الشارع يعني تحدوا هذه التهديدات واستمروا، وأكثر من ذلك ليلة البارحة دخلوا مدينة مهاباد من أكبر المدن الكردية في غرب إيران بقصد يعني بدبابات ومدرعات وبطائرات سمتية وما شابه ذلك. لكن اليوم نفس المواطنون في مهاباد خرجوا إلى الشارع وتحدوا هذه القوات، وصلت الفكرة اللي دخلت المدينة. من لندن أمين مركز مناهضة العنصرية في إيران السيد يوسف عزيزي، شكرا جزيلا لك.